نواصل في المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال جهودنا لمواجهة خطر الأفكار المدمرة، ولأن من أدوارنا الاهتمام بأجيال المستقبل من طالبات وطلاب المرحلة الجامعية بتحمل أمن فكر المجتمعات، يطلق اعتدال مشروع جديد تحت اسم التدريب الجامعي، والمخصص لتدريب الخريجين الجامعيين في دولة المقر، وسنعمل على تدريبهم ومشاركتنا أعمالنا في مواجهة الفكر المتطرف على المستوى الفكري والرقمي والإعلامي، وسيعزز التدريب الجامعي من دور المجتمع في نشر قيم التسامح والسلام والاعتدال. للتقديم والإطلاع على الشروط زوروا موقعنا www.اعتدال.org. معاً نعمل لعالم معتدل.